ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث تعاني آلاف الأسر في قطاع غزة من سوء الوضع الاقتصادي وانعدام مقومات العيش الكريمة، الأمر الذي جعل الكثير من هذه الأسر لا تجد ما تفطر عليه في شهر رمضان المبارك. يعني تعبان حياتنا تعبان بالمرة تعبان. دموع أم خليل تترجم حرقة قلبها على وضع أبنائها وضيق عيشهم. عائلة أبو سلطان يهل عليها شهر رمضان الكريم لتتقلب فيه مواجع فقرهم وعوزهم في عيون احتياجات أبنائهم، فسوء وضعهم الاقتصادي على أشده، إضافة إلى منزلهم المتهالك في مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة والذي لا توجد فيه أدنى مقومات العيش بحياة كريمة. وضعنا بالمرة سيء بالمرة. بعدين بتمنى يبقى لنا بيت زي العالم، بيت مش عارف فرفت روحي. أنا بقى لنا بيت زي الناس، ميت احنا 15 نفر معانا، عنا مش عارفين ندير حالنا في الدار. حال هذه العائلة كحال آلاف العائلات الفقيرة في القطاع والتي تحاول الاحتفال بشهر رمضان المبارك، لكن وضعهم الاقتصادي البائس يخالف هواهم رغما عنهم، فقبضة الفقر والبطالة تأبى أن تتركهم سالبة منهم وأسرهم ابتسامة الحال اليسير. إجا الفطور للأسف، يعني بناتي بيحكوا لي طب يا ماما شو بدك تعملينا؟ والله ما عندي ولا شيء، عملت عدس يا ماما. بس قد ما يكون هذا طفل بتطلع على غيره، بيطلع برا، عارف ايش بيحكوا لي؟ يا ماما والله جارتنا عامله بيتزا يا ماما، طعمين عملينا منها. طب انا ما معيش من وين اجيب لهم؟ شوف ايش البيتزا ولا شيء. وضع صعب، يعني كان اب يعني البنات بطلب منهم طلب مش قادر اطلبهم طلبهم، يعني الواحد بحزن عليهم. يعني عندي 4 أنفار في رقبتي مش قادر اطعمهم واشربهم. يعني بطالب من الناس يعني تساعدني، يعني انا زي ما انت شايف صحي لي كابون بطعمين فيها، يعني زي مش قادر اجيب لهم ايش دعم اكثر من هيك. يهل رمضان الخير على صغار الفقراء وقد امتلأت افئدتهم بغصة حرمانهم من حق الاحتفال بقدومه، مكتفين بمراقبة الاطفال وسط حسرة وألم لعدم قدرتهم على مجاراتهم. مش لاقيين اكل، احنا امبارح اكلنا عدس، نفسنا بابا يشتري لنا فانوس بس بعوش، نفسنا نشتري لنا بس منلعبش، بيطردونا الجيران، وكمان بدنا دار، بدنا غرفة، بدنا عند بابا وماما. من منا سيكتب الله له الأجر وقد استبدل هذه الدموع بالابتسامة أو خفف من هموم أم لا تجد ما تقدمه لأبنائها عند المغرب ليحظى بدعوة من أسرة متعففة في لحظات الاستجابة. هذه العائلة جزء من فقراء غزة الذين يستقبلون شهر رمضان المبارك بجيوب وأوان فارغة، لكن الأمل بفك كربتهم يبقى الأكبر. غدا خالد، لتلفزيون الكوت، قطاع غزة.